تمزق وتر العضلة ذات الرأسين. تتوضع العضلة ذات الرأسين على الوجه الأمامي لعظم العضد وتعمل على سن الذراع وتدويره. الوتر الطويل للعضلة ذات الرأسين عبارة عن حزمة متينة من الألياف تربط العضلة بلوح الكتف. يؤدي الإفراط في الاستخدام الردود المتكررة إلى اهتراء الوتر وتمزقه في نهاية المطاف. يمكن أن يكون تمزق وتر ذات الرأسين إما تمزق جزئي حيث لا يتمزق الوتر كليا، أو كامل حيث ينقسم الوتر بشكل كامل إلى قسمين ويبتعد عن العظم. الأسباب: قد يتمزق وتر ذات الرأسين نتيجة الإصابات الرضية مثل السقوط على ذراع ممدودة، أو بسبب الإفراط في استخدام العضلة في الحركات المتكررة فوق الرأس مثل التنس والسباحة. تمزق وتر ذات الرأسين شائع لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والذين يحدث لديهم تمزقات مجهرية مزمنة بسبب التغيرات التنكسية والإفراط في الاستخدام. تضعف هذه التمزقات الدقيقة الوتر مما يجعله أكثر عرضة للتمزق. يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر أثناء العمل أو رياضة رفع الأثقال. ارتبط العلاج طويل الأمد بالكورتيزون بزيادة ضعف العضلات والأوتار. يمكن أن يؤثر التدخين على قوة الوتر ويزيد من خطر تمزقه بسبب ضعف الدورة الدموية. الأعراض: تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لتمزق وتر ذات الرأسين ما يلي: ألم في الجزء العلوي الأمامي من الذراع، صوت طاقة مسموع وقت الإصابة، كدمات في العضد، ضعف في الكتف. عادة ما يكون الضعف ناجماً عن الألم لأن الرأس القصير للعضلة ذات الرأسين والعضلة العضدية الأكثر قوة تحافظ على قوة سن المرفق. تشوه شكلي عضلة ذات الرأسين يسمى علامة باباي، ويحدث هذا التشوه عندما ينسحب بطن العضلة نحو المرفق. يحدث إيلام بالضغط فوق ميزابة ذات الرأسين. التشخيص: يقوم طبيبك بتشخيص تمزق وتر ذات الرأسين بعد أخذ القصة المرضية والسؤال عن الأعراض. يتم إجراء فحص سريري حيث يتم تحريك ذراعك في أوضاع مختلفة لمعرفة الحركات التي تسبب الألم أو الضعف. قد يطلب طبيبك إجراء أشعة سينية لتحديد الحالات الأخرى التي تصاحب تمزق الوتر. يمكن أن يكون تصوير بالرنين المغناطيسي مفيداً لتأكيد التشخيص وتحديد الحالات المرافقة. الفحص بالأمواج فوق الصوتية عند المرضى الذين لا يمكنهم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي. العلاج: يتم استخدام الوشاح لإراحة الكتف لمدة 3 إلى 4 أسابيع. ينصح بتجنب الحركات التي تتطلب رفع الذراع فوق الرأس ورفع الأشياء الثقيلة حتى تمام الشفاء. يساعد وضع كمادات الثلج لمدة 20 دقيقة 3 إلى 4 مرات في اليوم على تقليل التورم. تساعد المسكنات ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs) على تقليل الألم والالتهاب. تمارين إرخاء وتقوية العضلة ذات الرأسين تساعد على استعادة القوة والحركة لمفصل الكتف. في بعض الحالات يمكن أن يوفر حقن الكورتيزون الراحة للمرضى الذين يعانون من آلام شديدة. عادة ما يتم حقن الكورتيزون في الكتف باستخدام إبرة موجهة بالإيكو. عندما تتمكن من تحريك ذراعك في جميع الاتجاهات دون آلام، فإنك تستطيع العودة تدريجية إلى الأنشطة العادية أو الرياضة بأمان. العلاج الجراحي: قد تكون الجراحة ضرورية في حال فشل العلاج غير الجراحي، وعند المرضى الذين يحتاجون إلى استعادة كاملة لقوة الكتف مثل الرياضيين. سيحرر الجراح الوتر من مرتكزه على الكتف. يستطب هذا الإجراء في حال التمزق الجزئي عند المرضى الأكبر من 50 عاماً، أو يحرر الوتر ويعيد زرعه إلى الأسفل على عظم العضد، ويستطب في التمزق الجزئي أو الكامل عند المرضى الأصغر من 50 عاماً وعند الرياضيين. يتم تنظير نهاية الوتر المتمزق وتحضير العظم عن طريق حفر الثقب. تمرر الخيوط عبر هذا الثقب وضمن الوتر لسحبه مرة أخرى إلى العظم وتثبيته في مكانه. إعادة التأهيل: لمدة 4 إلى 6 أسابيع تقريباً ستحتاج لارتداء الوشاح لتقييد استخدام ذراعك وترك الأنسجة تلتئم. يمكن إجراء التمارين النواسية لمدة 5 إلى 10 دقائق عدة مرات في اليوم خلال الأسابيع الأولى. يجب أن يبدأ العلاج الطبيعي بعد 4 أسابيع بعد العملية لاستعادة قوة ووظيفة الكتف.
تكون قادراً على قيادة السيارة عندما تتوقف عن تناول مسكنات الألم وتشعر أنه يمكنك التحكم بالمقود بعد حوالي 4 أسابيع تقريباً. بعد 6 أشهر من الجراحة ستتمتع بمرونة وقوة جيدتين تمكنانك من العودة تدريجياً إلى ممارسة الرياضة والعمل الشاق، وقد يستغرق الشفاء التام عاماً كاملاً بعد الجراحة.